السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم الشباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. فيديو النهاردة طلب مني كتير جدا، وهو انا بكسب كام من اليوتيوب وهي كام ارباحي بالظبط. دلوقتي يا شباب قليل قوي لما حد بيعمل فيديو زي دوت ان هو يعرض ارباحه للناس، بس انا عادي مش مشكلة اعرض لكم الارباح بتاعتي من جوه من صفحة القناة نفسها. هنيجي دلوقتي نخش على اليوتيوب، بعد كده اخش على القناة، بعدين اخش على استوديو يوتيوب، بعدين الصفحة بتاعتي هتفتح بالشكل ده. جاب لنا هنا عدد المشتركين وعدد المشاهدات والاسعات والارباح، بس انا اخش لكم على الارباح من جوه. بس نبتدي الاول باساسيات القناة. ديت اول حاجة اللي هي لوحة البيانات، بعدين نخش على الفيديوهات. دي كل الفيديوهات اللي منشورة على القناة في الفترة اللي فاتت، وبعدين هندخل على الإحصاءات. دلوقتي شباب جاب لنا هنا عدد المشاهدات 53600، وهنا عدد المشاهدات بالساعات 1000 مشاهدة، وهنا المشتركين، وهنا الأرباح المقدرة، بس دول بالنسبة لآخر 28 يوم، يعني الشهر اللي احنا فيه دلوقتي. هنيجي نخش على أهم حاجة اللي احنا عاملين عليها فيديو النهاردة، وهي الأرباح. زي ما حضراتكم كده شايفين يا جماعة، الأرباح آخر 28 يوم هي 325 دولار و89 سنت. هنيجي نبص كده على الأرباح اليومية، يعني مثلا امبارح قناة جمعت 17 دولار و52 سنت، واليوم اللي قبله 12 دولار، واللي قبله 15 و14 و15 تاني. نيجي نبص هنا الأرباح الشهرية، يعني الشهر اللي فات شهر مايو القناة جمعت 115 دولار و95 سنت، وهنا شهر يونيو جمعت القناة 247 دولار و90 سنت. دي الأرباح الشهرية اللي القناة جمعتها، وزي ما حضراتكم عارفين إن القناة متفعل عليها الربح قريب، يعني دول أول شهرين الأرباح والإعلانات اشتغلت عليهم. نيجي هنا نبص على مصدر الأرباح. هنبص هنا الأرباح المقدرة من الإعلانات آخر 28 يوم هي 325 دولار و53 سنت. ونيجي نبص هنا على أشهر 5 فيديوهات على القناة اللي جمعوا لنا الأرباح دي. أشهر فيديو على القناة جاب 99 دولار فاصلة 99 سنت، يعني 100 دولار، والفيديو اللي بعده 55 دولار، واللي بعده 46 دولار، واللي بعده 21، واللي بعده 20. وده الفيديو الخامس على القناة في ترتيب الأشهر فيديوهات والأكثر فيديوهات حققت أرباح. لما نيجي نبص دلوقتي عايزين نعرف الأرباح اللي هي اللي اتجمعت كلها على القناة، يعني جميع الأرباح اللي أنا جمعتها من ساعة ما بدأت شغل على القناة. هنيجي نضغط هنا، هنختار منذ تاريخ الإنشاء، هنيجي هنا نبص على الأرباح المقدرة 363 دولار. دي كل الأرباح اللي أنا جمعتها من القناة بتاعتي. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.